نجمع مع بعض ازاي نعمل الكابلات اللي هتبقى هنا. طبعا السين عندي بدأت تبقى زحمة، هنروح لفلتر واطلع الجريد. بدأت تبقى زحمة، او بمعنى تاني عاوز اعمل الكابل في سين تانية واجيبه هنا، وبالمرة نبقى عرفنا ازاي نشتغل على اكتر من فايل. هروح لفايل نيو، ما يهمنيش اي حاجة هنا، انا كل انا عايزه نيو فايل. وهروح لسيلندر جوت تشيلينج، تمام. و يعني هطول السلندر شوية، يمكن شويتين، تلاتة، أربعة، تمام كده. وهروح للهايت سيجمنتس وازود الهايت سيجمنتس دي، هقللهم. انا افتكر كده كده هيبقوا كويسين. اديتابل، وهاخد الكابس دي ليت والكابس دي ليت. طبعا انا كده ما عنديش اي بونس انا حامل همها، لكن عايز اعمل سكيل. طب انا عايز اخد الانكور بوينت دي انزلها تحت، هروح لمش سنتر اكسس واخدها على ماينس واي واقول له اوتو ابديت انتر ابديت. وبعدين بس كل الحكايه انا هطول يعني بشويه. نروح على الفيسز ونروح على اللوب سيلكشن، وهاخد اللوب ده كده مثلا، وهعمل رايت كليك وهم قايل له اكسترود، تمام اكسترود بس سنة بسيطة. وهاخد شوية الفيسز دول، يعني الأربعة دول، ممكن الصف ده معاهم والصف ده معاهم. مش عايز اكسترود لان لو انا عايز اعمل كنترول واسحب ده كده، تمام بالمنظر ده. و رايت كليك تاني واكسترود تاني، وبعدين اعمل اللي انا قلت لكم عليه دول. كنترول اسحب تمام، رايت كليك لوب ونحط لوب كده مثلا. طبعا الت وهناخد سموث ونشوف تمام. بعد كده هناخد شويه دول قبل ما ناخد شويه دور، رايت كليك لوب قط تاني ونكليك. بعد كده ممكن ناخد ايدجز ورايت كليك سلايد ونودي دي بس كده شويه. خلي بالكوا قلت سلايد ما قلتش موف،
ناخد دول وناخد دول وناخد دول وناخد دول وشيفت ناخد دول كده. بعد كده ناخد اللوب شيفت طبعا شيفت كده شيفت برضو ناخد كده رايت كليك ونقول له اكسترود انر بالمعزل شيل لوب ناخد اللوب ده واللوب ده رايت كليك اكسترود انر بعد ما رايت كليك تمام خدنا الديت. وعشان نعملها تبقى يعني يبقى الموضوع شاربن طبعا اقدر اخدها واكمل دخول لجوه، بس انا عايز اخد رينج سيلكشن واخد الرينج ده ام 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 وناخد نفس الرينج ام 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 ونفس الحكاية كده افتكر كده بقى شارب وشكله احسن. نيجي بقى تحت هنا شوية ونقفل وناخد الأربعة فيس دول رايت كليك اكسترود انر ناخدهم لجوه وبعدين ناخد كالعادة دول تمام ديليت هاخد الإدج تمام سكيل سكيل تاني ودي لجوه سكيل صغير بعدين سكيل كبير وبعدين نزق الأكل تمام بحيث ناخد ديتيل زي نيجي بعد كده هنا انا عايز اخدهم او عايز ابقى شايف المحور قدامي عشان ابقى شايف انا بس اللي كده هاخد المجموعة دي تمام كده يمكن كده تمام الناحية دي بقى هاخد معاها دي وهاخد معاهم يعني هبقى سايب بس تمام هعمل يو بي عشان اعمل سبليت واخد كنترول اي رايت كليك اكسترود صغير بعد كده اكسترود كبير خد الاثنين دول الت مع جي
كده افتكر ده كده تمام قوي. دول ورايت كليك اكستود انر واحدة بعدين التاني ناخد الاتنين دول وناخد كده عملنا حاجة زي دي. وكمالا واخدين دول ورايت كليك اكسترود انر وناخد برضو ده سكريبت رانا سكريبت سكيل يعني هو نورمال ما ظبطهاش قوي احيانا احيانا السكريبت ده لازم تعمل شويه ادجستمنتس بايدك يعني هو مش هيعملها كلها يدوي بس على الاقل هتعرف تظبط على حاجه زي كده تمام قوي. البوينت اللي في النص على فكره مش مهم ان احنا كده كده هندلت دي وهناخد الايدجز جميل جدا كالعادة كنترول وكليك اللي جوه سحبة بسيطة قوي عشان نعمل الشارب ايدج اللي احنا شفناها دي وبعدين واحدة تانية التالتة في التالتة هناخد سكيل بسيط وبعد كده سكيل بالشكل ده بعد كده كنترول مع موف تاوبس خليك نورمال انتوا عارفين القلبة دي سببها ايه؟ اقفل البتاع ده اللي هو ال subdivision surface لان احنا كده لزقنا في الايدج اللي تحت فانا هاخد اللي جوه كده وهطلع بيها واحده كده لبره قلب تاني اقفل دي اطلع كده تلاقي الدنيا تمام و ماشي مشكله بس افتكر انا هسيبها كده لا شكلها مش حلو بس واحدة كده وناخد واحدة لجوه بالشكل ده وبعد كده واحدة كده وبعدين نقفل خلي بالك من الحركة تمام. دي الديتيلاية اللي احنا عملناها هنا ممكن نزود حاجة بسيطة هناخد لوب سيليكشن وناخد ايدجز ورايت كليك وهم قايل له لوب باس كات وناخد اتنين هنا كده وما افتكرش ان انا هعمل حاجة تانية غير دي وهاخد اللوب ده ورايت كليك اكسترود وهقوم زقه جوه بالشكل ده ممكن تشاربن زي ما احنا اتفقنا بالام ام وافتكر انها
هناخد دي وناخد رينج كليك ابتدت كده ظابطة نفسها قوي. لو هنزود حاجة ممكن ناخد اللوب سيلكشن ده بس هقول له ستوب باوندري وهاخد ده ورايت كليك واقوم قايل له بيبل وهعمل بيبل بسيط هنا بس عشان اديها بس الشاربنس بتاعها بالمنظر ده. جميل. احنا عايزين من دي احنا شفنا في البتاع كان في كابل فرعي، انا عايز بس دي ايس بارمس عشان اعرف اشوف كان في زي كابل طالع من هنا وطالع للنص. الكابل ده عشان نعمله هقوم رايح هنا كده وهقوم رايح للبين تول وهكليك انيبل سنابنج وفيرتكس سناب. بس فالفكرة ان انا عايز اخد 3 بوينت لاين، مش عايز ازود عن كده، وواحدة كده واللاين التاني مثلا كده. بعد كده اسكيب هنروح هنا كده واروح هنا واروح هنا هلاقيه بالشكل ده. هسلكت كل البوينتس كنترول اي رايت كليك سوفت انتربوليشن، هناخد البوينت اللي في النص دي وهنشدها كده. فهلاقي نفسي اخترت على نفسي خطوات كتير اوي بصراحة. هاجي هنا هاخد كده طبعا هطفي السناب ممكن اخد روتيشن واروتيت دي وسلكت الموف. لازم الموف عشان نعرف نتحرك في ممكن اخد دي واقوم شوية كده وده كده واقوم مزود جميل. بعد كده هاخد سيركل خلي ده بواحد وبعدين اروح على السويب واخد الاثنين احطهم جوه السويب. السيركل ممكن تبقى واضح انها ممكن تبقى الاثنين وفي السبلاين هقول له خليه ناتشرال وهزود السيجمنت شوية ودي برضو هخليها ناتشرال وبرضو عشان نبقى شايفين هروح لواير فريم وهقلل دي شوية. مش عايز بوليجون عالي عشان تبقى شغال وانت مش متضرر من حاجة. ممكن تاخد تقفل دي كده وتاخد بوينت زي دي وتروتيتها اكتر كده ونروتيتها اكتر من كده وناخد دي ونحطها كده يعني حاجة بالشكل ده. نيجي هنا بقى هقفل ده واقفل ده لا خليني فاتح ده وهنيجي للسلندر ده هاخد مثلا يعني هاخد دول تمام يو بي عشان اعمل سبليت رايت كليك اكسترود وناخد اكسترود صغير وبعد كده اكسترود كبير و الت اسف كنترول وهدي سيلكت اوبس كنترول وهدي سيلكت
الدور واقوم جاي رافع ده لقدام شويه. تمام تمام جدا. هاخد السبلاين ده، انا مش عارف السليكشن فين، فانا هعمل كده اقوم عامل هعمل كده اقوم عامل كده عشان اجيب البوينت، وممكن نطلع بالبوينت بعد كده. هروح لده ورايت كليك لوب وهنحط لوب هنا واللوب التاني هنا واللوب التالت هنا كده. تمام. ممكن نعمل ديتيلز، اه طبعا ممكن ناخد دول و ناخد دول كده رايت كليك اكسترود انر والتاني وبعدين ناخد دول مظبوط سكريبت يوزر سكريبتس بوينت سيركل. مش عارف ده مجاش ليه، بس عامة يعني رايت كليك لاين كات واحد اتنين سكيب واحد اتنين سكيب. هنيجي ناخد رايت كليك وناخد ال ناخد البوليجون بين تول وناخد دي لدي وناخد دي. تمام كده احنا عملنا البوينت اللي في النص. افتكر ان احنا لو خدنا دول ورحنا للسكريبتس ورحنا كده هيعملهم بالمنظر ده. نسكيل تمام. هيعوز ظبطة هيعوز تمام مفيش مشكلة خالص. ونظبط بس الروتيشن وافتكر برضو الروتيشن ده محتاج ظبطة شوية. جميل ناخد ده وناخد ده دول خلاص مع بعض ديليت. وهناخد بعد كده دول ونعمل كده شيفت ونطلعها بره شويه وكنترول وهندي سيلكت كام واحده. او ممكن الافضل من السيلكشن ده لو شلنا كده ممكن نروح للسبلاين وين روتيت البوينت كده. لما احنا عملنا الروتيشن ده اصبح عندنا احنا هنا فرصة حلوة قوي ان احنا نكمل كده مثلا وناخد تحت وبعدين لتحت دي. البوينت دي ما زالت في ايدينا، ما زالت ان احنا نعملها كده بحيث نظبط الدنيا. ولو رحنا كمان للفيسز هنا وخدنا اللوب ده الاول نشوف هنلاقي الدنيا كويسة جدا.
ناخد اللوب ده بقى، وناخد حتى احنا لو خدنا بس دول، يعني لو خدنا بس دول وعملنا كنترول وسحبنا كده، هنطلع بالتفصيل ده حتى كده، وممكن تاني واحدة كده وناخدها كده، بحيث تبقى ماشية مع الكيرفيتشر بتاع السبلاين. ونخلي بالنا من التكسيرات اللي بدأت تحصل هنا دي. هو دي لو انا عملت كده وقمت عامل دي كده هي هتروح. لا لا استنى، فاحنا ممكن نعمل ايه كمان؟ احنا ممكن نسلكت كل دول واروح للايدجز وكنترول ايه رايت كليك واقوم قايل له حاجه اسمها امبريك فونج شيدنج. مش عايز اقول لكم ان هو بيصلحها في حتت وفي حتت تانية، لا بس على كل، لو ما ظبطتش في الحاله دي ارفع بس هي واحده، اكتر من كده يعني هيبقى لود لود على الفاضي. ايزوبارمز تمام، هنلاقيه بالشكل حاجة بالمنظر. في المحاضرة الجاية بقى نكمل باقي التفاصيل، وما فيهوش تفاصيل كتير واللي باقي مش كتير.